السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة اسمها كود لام، تقدر من خلالها تتشجع في موضوع البرمجة، بتلاقي أصدقاء بيتعلموا برمجة. يعني نقدر نقول إن هي منصة زي الفيسبوك، لكن الميزة هنا إن أنت بتركز على موضوع البرمجة والمشاكل والحلول، وتلاقي الناس عمالة تتشارك معلومات خاصة بالبرمجة والجيت هاب والذكاء الاصطناعي. فدي فكرة جميلة جدا، هتخلي الناس تركز على إنها تطور نفسها. في ناس كاتبة عن عالم التصميم، في ناس كاتبة عن مؤتمر مايكروسوفت، مش هتلاقي مواضيع زي الفيسبوك تافهة مثلا أو حاجات زي كده. فحاجة كويسة جدا إن احنا نبدأ نركز في تعلم البرمجة، تعلم مثلا بايثون، سي شارب، الحاجات دي كلها. هتلاقي كل الأصدقاء، تبدأ بقى في الأصدقاء بتوعك اللي هم مهتمين بإن هم يطوروا نفسهم. ودي منصة كويسة جدا إن أنت تعمل لطفلك صفحة عليها من غير ما تخاف من يطلع له إعلانات سيئة أو معلومات سيئة. في أسئلة كتيرة الناس بتبدأ تسألها، فأنت تقرأ الأسئلة لو تعرف تجاوب عليها كويس، لو ما تعرفش تبدأ إن أنت بقى تقراها بحيث إن أنت تتعلمها. تمام، فأتمنى إن احنا نشارك الموقع ده مع الآخرين بحيث إن هم يستفادوا منه إن شاء الله.